السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب صبايا؟ جينا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة في يوم جديد وصباح جديد. طبعا انا هون بيتي موقع والله حاسه استراتيجي، يعني جد كل ما في قصة بحيات امشي، بس ليش هذا لا مش عامله. المهم فهلا في عندي رقم 5 و9 فينش. ليش فينش؟ طبعا انا هيك بحب دايما اول ما انزل اللعبة مباشرة اشغل الماكينات كلياتها وبعدين بلش ندردش ونحكي مشان ما نضيع وقت، يعني نكون انجزنا شوي باللعبة. تمام. هلا اليوم ايش بدنا نعمل؟ ايش لازم نعمل؟ هلا لازم نخلص العقود اول شيء، وبعد ما نخلص العقود بنشوف الحصول الزراعي لازم اليوم يطلع، يعني لازم اليوم المفروض لازم اليوم يطلع. وفي كم مود نزل جديد رح فرجيكم اياها، بس مو هلا، بعد ما خلصت هيك الارض نشوف ايش في عنا شغلات مشان يعني نمشي باللعبه شوي لقدام. في كم مود نزلتهم كتير حلوات جايبينهم من سوناران، مرتو سوناران هي تبعية بنزلها على القناة الثانية. هي السيارة بتمشي مثل سيارات الشحن الصينية او تك وتبلغ حبوب دائما لازم تطلع من هون وتبدأ شو بدنا ندخل. خلص خلينا نسلمه استلم القيادة هو خليه يمشي. وهي رقم 6 ايش ضل عندنا؟ هي رقم 6 بلش نشتغل فيها. ضل عندنا ارض 14 15، هلا ال 15 عم نشتغل فيها، ضل ال 14. والارض رقم 2، الارض رقم 2 بدها زراعة بطاطا، فإذا بنروح على تريلا الموجود فيها بطاطا اللي هي هي ولازم نتأكد اول ما نروح. بس هون بدها حصد ولا زرع؟ بدها زرع، اذا شغلنا صح. طيب بدنا نطلع الارض رقم 2، نطلع من هون، نطلع من ورا. نطلع من قفا الارض، نلف و خلص صارت الطريق. نطلع من هون، في شي ناقص، ايش هو؟ اتوقع لازم احط لها سماد، اتوقع زهر. هلا راح اتركها، انا راح اشغلها بدون سماد بدون شي، وبدنا بطاطا كمان راح نجيب لها طاقة وراح اشتري لها شوية بطاطا وارجع. بس راح افرجيكم السيارة راح اشتريها ونورجيكم اياها. ما شاء الله، بس خلينا نوصل اول شي، لان هي تاخذ سماد وبطاطا. هو ما بده سماد، بده بس بطاطا، بس نحن نحط له سماد او نحط بس بقلب بطاطا. هلا اول شيء شلون نظبط الارض؟ انا بشوف انه نظبط الارض بشكل عمودي افضل من شكل افقي، لان افقي عريضه كثير، عرفتوا شلون؟ وصايره مثل هيك خط، فالافضل نشتغل بهذا الشكل هيك. افتح يا عمو، ما فتحت حتى وقفت. خلينا بس نشغل انه ياكل من البذور. هلا بدي اروح على الكراج او على الشوب، راح افرجيكم السيارات قلت لكم عليها راح نشتريها الموجوده بسون راوند اللي حكيت لكم عليها. بنجي لهون بنروح هاي، شوفوا شوفوا عندك عدة اشكال، في عندك هذا، في عندك هذا، والله الازرق حلو بس العسكري هيك تحسه هيبه اكثر. ما راح ناخذ ازرق ولا فضي؟ لا ناخذ العسكري هيك احلى، مع انه يعني تقدر تحدد الالوان بغيرها. وهون احنا بنقدر نتحكم بالدويليب اللي بدك اياه بتركبه، خلي يكون هدول عاليات احسن. اوه نايس، حلو، هاي بتريدها تركب له ضوء، جميل. طيب نشتري، تماما اشترينا. هلا بنروح عليه الى الكراج، لازم بتلاقيه مركب موجود في الكراج. وين الكراج ليكو؟ ليك شايفين؟ ها طبعاً هي هاي موجودة نفسها مثل حكايتها بالسون روند اللي إلها هاي اللي فوق اللي مثل طوبكم. طلع حتى فيها شغلة، طب انتبهوا إنه في حتى بالطول حبسة، يعني مو بس باللف بالطول بالروح بيمين ويسار. طوب لك هلا كولت ليفت هي لفوق. أوه أوه ماي جاش، نايس، حلوة هي، ها عجبتني. هلا هي مشان ايش ما عرفت؟ اوه ماي جاش، شايفين ايش فتح عندي؟ طبعا اتوقع هلا هي شو بدنا نتحكم فيها؟
بالفاره بنتحكم فيها بكل سهوله. بس في شيء شفته كمان، خلينا ننزل افرجيكم اياه. في شيء شفته هون حاطينه في دار السياره، وينه؟ انا شفته هون حاطينها مثل حباسه او شغله بتقدر بتشيلها وطبعا تقبل انها تجر تريلا. المهم نحن رح نشتري هلا سماد. شكله يا معلم ما في طريقه انك تشيل، ما في طريقة انك تشيل غير يا مسعود بتضب تفتح لي هالباب وجناب. وبتحمل لي اول شيء الطبليتين هدول بايدك. هو طبعا في طريقة، هلا في شغلة بس ما لقيتها، ما بعرف وينها. طبعا مثل ما انكم شايفين احنا هلا حملنا السياره وهلا بنروح فيها بالدوج اللي ما بعرف شو اسمها، بنروح فيها على الارض رقم شقد كان رقم الارض نشتغل عليها، الارض رقم 15 رقم 2 عفوا. هلا رقم الدي والسي واقفين ليش؟ لا ما واقفين تمام شغالين. طبعا انا كالعاده انه في مشكله عندي بالوقت، انه دائما انه الوقت ليش يمشي لحاله ما فاهم. وانا بعمله بالريال تايم ليش هيك بيطير طيران ما بعرف. طيب المهم بدنا نروح على الارض رقم 2 نتفرج على جوا السياره من جوا. والله شي فخامات معلم مش كذب، اول مره مظبوطات يعني مثل لعبه سوران. طبعا اللي ما شايف الفيديوهات اللي على لعبة سوراند بتقدروا تروحوا تشوفوها بالقناة الثانية يعني اللي موجودة تحت بصندوق الوصف اول رابط تقدروا تكبسوا عليه، مو اول رابط هو هيك مكتوب انه محطوطة انه قناة سيلفستر الثانية، فبتكبسوا عليه بياخذكم عليها ان شاء الله. بتشوفوا في نيك يعني بنزل فيديوهات عن سوراند كثير يعني جميلة، يعني مو هيك الطرق كلها هيك مريحة جدا، لا هيك الطرق بتموت. وين المفرق؟ معلم حتى ربطة الحبال نفس اللعبة هنيك، نفس الربطة تماما. هيك انه بيروحوا يمين ومن فوق لتحت. بس طبعا مو بهالسلاسة، لأنه هنيك بتطالع روحك هي اللفة. بتحس الميتور عم بينط. طبعا الاثنين وقفت؟ لا ما وقفت شغالة. هو بس في شنجل كان موجود عبدي عم بيقول لي في عنده مشكلة. لا اذا هي شغالة نظامي ما راح عبي لها. هلا وقف شوي يعني مثل هيك طرقات بتلاقي هي السيارة ديك غرزت. والله هلا بعد ما خلصت بدي اصور لكم فيديو ثاني لصور روند وانزل لكم اياه على القناة الثانية خلاص، مشان ما تشوفوا هاد بكره بتشوفوا فيديو ثاني، او اذا ما شفتوا اليوم شفتوا بكره عشان بتعرفوا انه في صور فيديو لصور روند. معلم قربت تفضى يا انا اشوف هي وين صار فيها هون. توقع ما ضل فيها سماد. يب ما ضل فيها سماد، هي بدها سماد سائل. يا الله. طيب طيب خليني على السريع على السريع وقفها. خلينا ننزل وحده من الطبالي نحطها هون. ما راح استناها بما ترجع، راح اروح على الارض رقم 15 نروح. في من هون طريق، طريق هيك. هو النهر قطته سهله ما هي صعبه. النهر ما ابسطه. وين دخلت انا بالارض هذه؟
يلا معلم، راكبين سيارة روسية لا تأكل هم، بتقطع الجبال هاي. هو دخلتنا غلط صراحة. أنا من الجوع صرت أخربط. ها لف 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 لف. تمام، هاي سيارة خربانة كمان. هلا المصيبة مو هون يا معلم، المصيبة شلون بدي افضيها، في فوقها سماد. انا بقول لك والله حتى صوت السيارة نظامي يا زلمة، بيجي تجعير. وش خلينا نجرب نرجع رانيه عليها هيك. تمام حبينا، بس اتوقع لازم نروح نجيب وحده ثانيه وتنجي. لازم نروح نجيب وحده ثانيه. شايفين خلصت. على كل حال انت روحي اشتغلي لانها خلصت. وها بس حلو انه هي بتشيل طبلتين ها تبع مواد غازية، يعني من هدول الطبال الصغار. خلينا نروح، بس يمكن هاي الارض 15 خلصت. اتوقع هيك العقد انه الارض رقم 15 رح يخلص. اوه ها لسه في كتير. هو عم بسمد، ايش ضل عنده؟ اوه عنده الشوفة كلها ما مسمدة، وهي كمان. اوه ها مشكلة يا الله مصيبة. طيب خلينا نروح منجيب طبليتين سماد ونرجع، بس قبل الطبليتين سماد خلينا نروح على هاي منحمل معها، لان صار الفيديو حتى طويل يعني صراحة. طيب خلينا نحمل لهذا، اذا عنده 10% 900 حبة بس. هل ترى ما رأيت؟ طبعا هون العقد وقف ورجعنا لنفس المعضلة انه انا ما عاد اتصل لك. ليش هذا كل شوي برجع الوقت لحاله يا زلمة؟ يا زلمة لحاله برجع الريال تايم. هو مو مشكلة الريال تايم، المشكلة انه المشكلة وين؟ المشكلة انه بالريال تايم بيمشي الوقت بسرعة كتير، مو بالريال تايم عفوا، بالوقت اللي ضرب خمسة بالوقت بيطير طيران. حلو الثاني فض التنك تبعه نايس. يا مستعجل وقف تقلك، وانا مالي شايف شيء ابدا. انا بس بدي اسلم هذا العقد وخالص. نوقف شوي انت، نروح على هاي الثانيه اللي رقم 6 خلصت. ليش سفده 15%؟ يا الله ضلت هالشقفة بس. المشكلة هي مرة كبيرة، أنا جبت له كبير كتير على أكبر شيء. عجب بتخلص هاي؟
هون ليش ما غطت الجزء هاد؟ صار 87%. طيب على كل حال احنا هون بالاساس لما بلشنا في هذا القسم ما كان مرشوش مرشو سريع. اليوم احاول انه ما اسكر الفيديو الا يكون يخلص كل العقود وما انام. صوبة خلينا نروح على الارض التراكتور التالت وينه اللي هون. ايوه هون هو. طبعا هذا فضي. وين صارت التنكية؟ اتوقع هون. مو هون وفضيتها انا؟ اه ديكي صح. شفتوها؟ قد رأيتها. تعالي معي. سيعني ايش ما سويت مثل هذيك وقفتها جنبها وزتيتها عليها يا زلمة. حلوة الألفة حطت في أرضيتها يا زلمة. وين التراكتور؟ طبعا هون الأرض رقم 15 ضل عنا هذا الشقفة كلياتها. بس أنا وين رأي طب خليني أفتح أو خليها إلى الأخير لأنه إذا تستهدر معي كتير كمية جدا كبيرة من السماد يعني صايرة هيك مقطعة تقطيع. والله يا معلم خسرنا سماد كتير بسببهم هذول. جيد جدا عم نشتغل بشكل رائع. عم بيقول لي هذاك الخم اف عنده مشكلة كمان. اطول اللي بالك يا شيخ. طبعا رح اضل امشي هيك عالداير لحتى ما نخلص اول شي الجزء الغير مرشوش. شوفوا هي سيارات صغيرة اتوقع ما كان صار عندنا هالمشكلة ها كلياتها. بس عملنا سيارات كبيرة فهي سبب المشكلة. فعم بفكر ارجع بيها. عش رأيكم يعني اشتري سيارات صغيرة ارخص لنا واظبط لنا يعني صراحة انا تعذبت كتير فيها. هلا لو انا سيارة صغيرة بس هي نفس الشيء يعني حتى السيارة الصغيرة بتبخ. تمام خلص واخيرا خلصنا باول مركبة. خلينا بس نطلع على الشارع بنصفها. يعني هون في مثل مفرق عشان ما نضل دايسين بنص ارضه للزلمه تماما. هلا هو عم بيقول لي انه في عندي مشكله من هي هون الشحن مالنا فيها. هي ايش في عندها؟ خلصت. نايس 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 نايس. طيب تعال انت تعال. هلا في هي هون هي الارض رقم كولكتد. معلم ليش عندي انا هيك 3 عقود؟ 2 14 7 6. ضل 14. الارض رقم 14. وين الارض رقم 14؟ ضل عنا هاي الارض انا نسيتها. يا الله انا نسيتها. طيب اول شيء خليني اروح اجيب اولكم. هون يكون خلصنا هذا الفيديو. طبعا انا راح اكمله ان شاء الله. تمام راح اكمله بس انه عم بلعب انا من دون يعني من دون ما بحكي لانه لسه في شغل كتير راح نخلصه. ما في شي شغلات حاليا راح اعملها. عملت كل شيء المطلوب. فراح تشوفوا فيديو تاني او جزء تاني منه انه يكون عبارة بس عن طريق اللعب. تمام وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.